صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يقول إن العلماء لا يقولون كلمة الحق وآثر الدنيا على الآخرة، ويقول ذلك عبر القنوات الفضائية، فهل التشهير به والتحذير منه بذكر اسمه بين الناس يكون من النصح لعامة المسلمين أم يكون من الغيبة؟ قول يحكم على جميع العلماء لضلال، هذا تعميم باطل، ولكن هذا نريد منه هو أن يقول الحق. ما دام العلماء ما قالوا الحق فلماذا هو ما يقول الحق؟ ما دام أنه يعرف الحق والعلماء فسروا فلماذا هو ما يقول الحق إن كان صادقا؟ لكن هذا قصده التجريح وقصده التزهيد بالعلماء والتقليل من شأنهم، هذا يعتبر من النفاق والعياذ بالله. نعم.